الله على روعة وجمال هذا الفيديو البسيط. رجل بيكنس الممر والرجل راكب طيارة فوق فصعب عليه، فقال له أنا هطيرك الورق ده كله من غير ما تتعب ولا تكنس أي حاجة. الرجل كان سعيد وعمل له إشارة كده إن هو شكرا، ريحتني من المشوار ده كله والتعب ده كله. ممكن يا جماعة عمل بسيط زي كده دخلك الجنة والله. الأمثلة كتيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل رأى شجرة تؤذي المسلمين فقطعها فغفر له ودخل الجنة. حاجة بسيطة يعني. رجل آخر سقى كلب دخل الجنة، وفي رواية امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل سقط كلب دخلت الجنة. شوف سبحان الله، تبسمك في وجه أخيك صدقة. أن تعين الرجل على دابته صدقة. يعني واحد ركب حاجة مثلا، حاجة وقعت منه نولتها له صدقة. واحد عربته عطلانة زقتها معها صدقة. كل الأمور دي بسيطة جدا. يعني الجنة والله سهلة، بس احنا نعمل ليها. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. لقيت طوبة وانت ماشي كده حجر ولا حاجة، شلتها من على الطريق ركنت على جنب صدقة. أمور بسيطة. زقيت واحد مية صدقة، وأفضل الصدقة سقي الماء. سبحان الله. حتى البهائم، لو سقيت قطة سقيت كلب في الشارع لك صدقة. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، قال صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر، حتى العصافير حتى الحيوانات. سبحان الله. يعني الجنة سهلة والله، بس ربنا يوفقنا ان احنا نعمل عمل صالح.